مؤسسة عراقية خيرية هي مؤسسة مسارات، أقامت مخيماً في شقلاوة ضم عدداً كبير من جميع أطياف الشعب العراقي من جميع الأديان والمذاهب. أهداف هذا المخيم هو نشر حق المواطنة وكذلك التعايش السلمي، وبدأوا مخيمهم من أرض التعايش السلمي أرض كردستان، حيث زاروا كهف شاندر. هذه جاءت بعد أن المنظمة تعمل على التعايش السلمي في العراق ويشمل كل الأطياف وكل الديانات الموجودة وكل القوميات الموجودة بالعراق بدون أي تفرقة، فرحبنا بهاي الفكرة ورافقناهم إلى هذا المكان ليكونوا على اطلاع، لأن بارزان هي موطن التعايش السلمي بين الأديان. من مدينة بارزان اليوم في كردستان العراق ننطلق بمخيم التربية على المواطنة الذي تنفذه مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية لاستكشاف هذه المدينة، وانطلاقا منها سنستكشف إن شاء الله مدن الإقليم في محاولة للتعرف على ثقافة وحضارة وتاريخ كردستان، انطلاقا من مهد الإنسان الأول المكتشف حاليا هنا في هذا الكهف. هدف المنظمة وعملها يتلخص في الجمع ما بين مكونات الشعب العراقي. منظمة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية تعمل على اكتشاف المهارات والخبرات وجميع الطاقات الموجودة في مختلف المكونات العراقية، ثم تعمل بعد ذلك على تلاقي الأفكار وتلاقي الشخوص وتلاقي المحافظات العراقية بالكامل في عدة نشاطات، أبرز هذه النشاطات هي المخيمات. جئنا احنا حتى نشرح عن تنقيبات وتحقيقات نتائج التنقيبات في كهف شاندر. بصراحة هذا المكان هو زاغروس العليا ومنطقة بارزان، هذا المنطقة كلش مهم، وفي عصور الحجري حتى عصور المعاصر هذا المكان مكان التعايش السلمي. وخلال الزيارة قدم مدير آثار سوران شرحاً مفصلاً عن الاكتشافات الأخيرة التي أثبتت بأن التعايش السلمي كان موجوداً في هذا الكهف منذ أكثر من 75 عاماً، وشكرت السيدة آمنة الذهبي شعب وحكومة إقليم كردستان على حسن الضيافة والاستقبال. مخلص ميرو، نسمات زاغروس، زاغروس تي في، منطقة بارزان.